يقول: هل الأشاعرة والصوفية من 73 فرقة؟ أما الأشاعرة فنعم، من 72 فرقة. الأشاعرة من 72 فرقة، 73 فرقة. لما نقول 73 فرقة، الفرقة إحداهم، إحدى هذه الفرق الفرقة الناجية. أن عندنا المنحرفة 72 فرقة، أن عندنا فرقة ناجية و 72 فرقة ضالة. فالأشاعرة لا شك أنها من الفرق 72. أما الصوفية فالصوفية ليست فرقة عقدية، وإنما هي كما يسمونهم طريقة. وذاك تجد صوفي أشعري، صوفي معتزلي، صوفي ماتريدي، صوفي ديوبندي، صوفي بريلوي، صوفي كلابي، صوفي جهمي، صوفي قبوري، يعني صوفي شيعي، يعني ما خلط، يعني هي طريقة. ولذلك يرجع إلى معتقده، يرجع إلى معتقده. فالصوفية بشكل عام هي طرق منحرفة لا شك في هذا، ولكنها لا تمثل فرقة كلامية. والفرق المنحرفة في الأصل أنها فرق كلامية، هذه الفرق فرق خلافها عقدي مع السنة. لكن الصوفية بشكل عام وزعهم، وزعهم على 72 فرقة. شوف وين يعني إلى أي هذه الفرق ينضمون. نعم. هل يجوز مراقبة المرأة قبل الزواج بنية التأكد من أخلاقها؟ والله على كل حال.